خرج المنتخبان الأول والأولمبي بالعديد من المكاسب خلال أول تجمع لهما تحت قيادة الجهازين الفنيين الجديدين استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة. المنتخب الوطني الذي خاض أول معسكر له تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا وخاض لقاءين في الأسكندرية، الأول أمام النيجر وتفوق بثلاثة أهداف نظيفة، والثاني أمام ليبيريا مساء الثلاثاء وفاز بنفس النتيجة. ورغم تواضع مستوى الضيفين وظهور بعض الأزمات بين اللاعبين، تعرف فيتوريا على إمكانات وقدرات لاعبيه واطمأن على جاهزية العناصر الأساسية وعلى رأسها قائد الفريق محمد صلاح ورأس الحرب الأساسي مصطفى محمد اللذان سجلا الأهداف الثلاثة في مباراة النيجر، ثم حصلا على راحة في مواجهة ليبيريا، فكانت فرصة لمشاركة زملائهما بشكل أساسي يتقدمهم أحمد حسن كوكا الذي استعاد الثقة بتسجيله الهدف الثالث من علامة الجزاء بعد أن تقدم الثنائي عمر مرموش ومحمد عبد المنعم بالهدفين الأول والثاني. مشاركة حارس مصر الأول محمد الشناوي كأساسي في المباراتين وخروجه بشباك نظيفة والعودة القوية لطارق حامد بعد استبعاده خلال تولي كيروش المسؤولية كان ضمن المكاسب أيضا، بالإضافة لظهور محمود حمادة بمستوى متميز في أول مشاركة دولية له وتألق محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر. المنتخب الأولمبي هو الآخر خاض مواجهتين أمام بنين على استاد المكسب الأسكندرية في أول تجمع له مع مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي الذي خاض كل لقاء بتشكيل مختلف من أجل التعرف على قدرات عناصر الفريق. التعادل في المباراة الأولى سلبيا ثم الفوز بثنائية في المباراة الثانية أعطى نوعا من الإطمئنان للجماهير المصرية قبل مواجهة إسواتيني خلال أكتوبر المقبل بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة إلى دورة باريس الأولمبية 2024.